السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم معانا في قناة مستر عمرو رجب تو، معاكم بسهاب رجب. النهاردة إن شاء الله معانا آخر قرارات وزير التعليم الخاص بامتحان منتصف العام لمادتي الرياضيات والعلوم. بإذن الله هنفيدكم النهاردة وهنعرفكم الحاجات اللي اتحسبت وإيه الحاجات اللي هنكملها في الترم التاني إن شاء الله، وهنعرف المقرر اللي هنمتحن فيه في منتصف العام بإذن الله بالظبط. تمام. بيقول لي ايه وزير التعليم بيحدد ايه الدروس التي ايه سوف يتم فيها امتحان منتصف العام. بيقول لي اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم انه لا يوجد حذف او اضطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، يبقى احنا ما عندناش حذف او اضطلاع في المنهج، وانما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الاول في العلوم والرياضيات سوف يتم استكمال دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد اجازه منتصف العام، وباقي المواد يمتحن الطالب في منهج الترم الاول كاملا. يبقى كل المواد اللي يمتحن فيها المنهج كامل ما عدا طبعا ايه الرياضيات والعلوم. وبضيف لكم معلومه ان احنا عندنا منهج الانجليش الوحده الساتره للاطلاع فقط، فامتحاننا يكون لحد الوحده ايه الخامسه. والدكتور طارق شوقي بيقول كمان انه ايه انتهى منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي عند نهايه الدرس التاسع من الوحده السابعه، يبقى ده اللي هنمتحن فيه لحد الدرس التاسع في الوحده السابعه. منهج الرياضيات ده امتحان منتصف العام لحد الوحده السابعة الدرس التاسع، ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلى 16 بالوحدة السابعة، ثم الوحدة الثامنة كاملة، وعدد الدروس المتوقع يكون حوالي من 12 إلى 14 درس أي شهر تقريبا في الترم الثاني. بالنسبة لمادة العلوم بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي انتهى عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث اللي هو الايه السرعة، الامتحان لحد المفهوم الثالث اللي هو السرعة، وما تبقى هو النشاط رقم 13 و14 من المفهوم الثالث، وكمان عندنا معاه المفهوم الرابع كامل ومشروع الوحدة، وده يحتاج ايه دراسة قد ايه في الترم الثاني سنة رابعة حوالي من 12 ل14 حصة، يعني برضو حوالي شهر ايه تقريبا. وبكده نكون وضحنا لكم هنمتحن في العلوم والرياضة لحد فين في منتصف العام، وكمان وضحنا المنهج اللي فاضل وندرسه في الترم الثاني ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.